بينضم لنا النائب خالد يوسف. استاذ خالد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ شريف. طيب استاذ خالد، ايه اللي حصل في البرلمان النهارده يؤدي لطرد نائب محترم وفي نفس الوقت كلام عن حريه الاعلام ويجب ان تكون هذه الحريه لها ضوابط كما فهمت؟ والله يا استاذ شريف انا اولا ما حضرتش الواقعه بتاع طرد نائب محترم سمير غطاس، لكن انا في المجمل اقول لك رايي بشكل عام. انا حاسس ان في جو كده اشواق استبداديه، يعني في ناس صدرها بيضيق لاي راي مخالف وعايزه ترجع البلاد مره اخرى لما قبل 25 يناير، ان الراي يبقى بحساب وان له ضوابط، في حين ان الثوره اللي قام بها الشعب المصري ده كان في القلب منها شعار الحريه. فانا بتصور ان اللي بيحاولوا يتكلموا على الضوابط وعلى تقييد الحريات يعني واضح ان هم مش مؤمنين بقيمه الحريه من حيث الاساس يعني. طيب انا هكون صريح اكتر مع حضرتك، يعني حضرتك مخرج كبير وفنان معروف والحس الفني موجود قبل ما تكون حضرتك نائب برلمان، والابداعي طبعا بيتكلموا تقريبا عن أبلة فهيتة، برنامج أبلة فهيتة، وبيقول ان هذا البرنامج بيسخر من البرلمان على نحو ربما كان مستفزا. طب ما يسخر، ايه المشكلة؟ مش فاهم يعني. احنا مش فاهم يعني. هو برنامج ساخر، ما هو اسمه برنامج ساخر، المفروض يعمل ايه؟ ما لازم يسخر. تمام، يعني هل ده ممكن يضايقك بأي شكل من الأشكال إن يتم السخرية من البرلمان أو من نواب البرلمان في برنامج أصلاً ساخر؟ كلمة سخرية في معناها لوحده ممكن تبقى مهينة. إن أنا بسخر منك فده في تحقير ليك. هو مش بيسخر من الشخص، هو يعني لا، انا بقول لك بس عشان عايز افرق ما بين الكلمه في عمومها والكلمه كمصطلح فني. تمام، يعني انا فاهم قصد حضرتك. لا، فاهم قصد حضرتك، بس هي السخريه للشخصيه الاعتباريه، يعني هو مش بيسخر من سين او صاد. يا صديقي العزيز، البرلمان مؤسسه من مؤسسات الدوله، منتخبه من قبل الشعب، وليست فوق الانتقاد، ومن حق الإعلام أن يتناولها سلبا وإيجابا ويحط ملحوظات على أدائها، وإحنا في النهاية في تجربة ديمقراطية وليدة لابد أن احنا نصحح أخطاء بعض، ويحصل شطط هنا أو شطط هناك لابد أن نحتمله لإرساء عملية التحول الديمقراطي ولإرساء الإيمان بفكرة الديمقراطية نفسها وفكرة الرأي الآخر اللي أنت ما بتقبلوش، عشان تعرف نفسك اذا كنت انت فعلا ديمقراطي ولا مش ديمقراطي، مؤمن بالحريه ولا لا. لازم تطبق على نفسك المقوله اللي قالها ارسطو من زمن، انني اختلف معك في الراي ولكن على استعداد ان ادفع حياتي ثمنا لابداء رايك. صحيح، بس استاذ خالد ازاي نقدر نفرق هنا؟ الجمله تبدو فضفاضه، حريه تعبير وانتقاد، ولا ده اسفاف وده مش حريه تعبير، يعني المساله دي احنا هندخل في اشكاليه. لا بص يا استاذ شريف، قبل ما اي حد يتكلم على ضوابط الضوابط اللي عايزين يحطوها سواء في الاعلام او في حريه الراي او حتى في وسائل الاتصال الاجتماعي، عليهم الاول ان يرثوا مبادئ الحريه، بمعنى يبقى في قانون الاول يكفل حريه المعلومات وحريه تدفق المعلومات، يبقى في قانون للصحافه، يبقى في قانون للاعلام اللي هي الاستحقاقات الدستوريه اللي وضعها الدستور. لما تعمل ده وتعمل المناخ الصحي للقوانين اللي هي يعني تسري على الجميع بعد كده، اللي بتؤسس لدولة الحرية، وتلاقي فيه حاجات محتاجة معالجات نبقى نتكلم، لكن انت ما أقرتش الحق الأول، ما حطتلوش قوانين منظمة له عشان تبدأ من حيث الضوابط قبل ما تحط، يعني ما تحط كده العربية قدام الحصان، حطوا الأول القوانين اللي تكفل، يعني اللي بيقولوا عليه في حكايه الفيسبوك ده والشطط وال ان هو يضر بالامن القومي. يا سيدي لو في شفافيه وفي حريه تدفق المعلومات، 3/4 او 90% من الحاجات اللي بتنشر على الفيسبوك مش هيبقى لها قيمه، لان هتبقى في عصر شفاف في المعلومه متاحه، وبالتالي اي مزايدات رخيصه على الفيسبوك هتنتفي. صحيح، فيعني حط الاساس السليم
وبعدين تعالوا نتناقش على الشطط، مش تيجي تتكلموا على الشطط قبل ما تحطوا الاساس السلبي. ممتاز ممتاز، يعني حضرتك وضحت نقطة مهمة، بس أنا عندي برضو سؤال تاني. يعني افرض حضرتك دلوقتي طلعت وانتقدت أداء البرلمان، قلت البرلمان لا يقوم بعمله، البرلمان قصر، البرلمان كذا في وسائل الإعلام، ده من حقك؟ من حق أي مواطن، مش من حق النائب بس، من حق أي مواطن إن هو ينتقد أداء أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أي شخصية عامة، ده حقه المطلق. يعني التجاوز بقى من حيث إنه التطاول أو السب والقصف برضه بيقع تحت قيد القانون، وله قانون آخر طبقوه. إحنا دولة سيادة قانون. أنت إيه هو الخط الفاصل ما بين حرية الرأي وما بين السب والقصف؟ القانون بيحددها. عايز يقول رأي يقول رأيه، اللي مش عاجبه الرأي ده وشايفه إن هو سب وقصف أو إهانة يتفضل يرفع قضية، وقانون العقوبات موجود. لو القاضي رأى إن هو خرج عن حرية الرأي واتجه للإهانة ولا السب والقصف، يوقع عليه العقوبة. تمام، يعني خلونا ننتصر للقانون وخلاص، يعني ليه عاملينها أزمة؟ تمام، وصلت الصورة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المخرج المعروف والبرلماني أستاذ خالد يوسف، معلقا على ما حدث من حالة إخراج، خليني أسميها إخراج، النائب سمير غطاس من قاعة البرلمان.